حول الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من ريف دمشق مازن الشامي مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها. أهلا بك معنا مازن. الاشتباكات مستمرة إذن في جبهة حي جوبر، ما التفاصيل وأيضا ما مدى قدرة قوات المعارضة على تعزيز المواقع في هذه الجبهة بالتحديد؟ نعم مساء الخير، يعني كما لاحظنا في تقريركم التصعيد متواصل وذلك لليوم 27 على التوالي. اليوم معارك عنيفة جدا في محيط حي جوبر وبلده عين ترما في محاوله من ميليشيات الاسد لاقتحام هذه المنطقه تحت غطاء جوي وبري كثيف جدا. اليوم اكثر من 10 غارات جويه استهدفت عين ترما ومحيط جوبر، بالاضافه لعشرات صواريخ الارض ارض واكثر من 80 قذيفه مدفعيه. استطاع الجيش الحر المتمثل بفيلق الرحمن وبعد معارك عنيفه جدا استطاعوا بالفعل استعاده جميع النقاط التي تقدمت عليها ميليشيات الاسد في الايام الماضيه، بالإضافة لتكبيد عناصر الأسد عشرات القتلى والجرحى. كما قام فيلق الرحمن منذ قليل بتفجير عبوة ناسفة بعدة عناصر لقوات النظام على جبهة عين ترمى، وتم التأكد من قتل جميع أفراد المجموعة. طبعا اليوم وصلت تعزيزات من قبل ميليشيات الأسد مؤلفة من عدة أرتال بالإضافة لمئات العناصر إلى محيط جوبر وأيضا إلى محيط عين ترمى. هذه التعزيزات استخدمها النظام من جبهات محافظة درعا من أجل زجهم في معارك العاصمة دمشق. طيب المعارك أيضا محتدمة في مختلف الجبهات باتجاه الملتحق الجنوبي، لماذا النظام يركز على هذا الاتجاه بالتحديد، على هذه الجبهات بالتحديد؟ يعني ما الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لهذه المنطقة؟ طبعا بعد عجز النظام لمدة 5 سنين من اقتحام حي جوبر، اليوم يريد محاصرة الحي عبر قطع الإمداد من خلال اقتحام بلدة عين ترمى من الجهة الجنوبية لحي جوبر وأيضا من الجهة الشمالية من جهة مدينة الزمالكة، وبالتالي يريد قطع الإمداد عن حي جوبر الدمشقي. لذلك اليوم النظام يستخدم تعزيزات، يعني تصوري دبابة تي 90 لأول مرة يستخدمها النظام على أو في الثورة السورية. أمس استطاع الثوار من إعطابها، إذا الثوار لديهم أسلحة يستطيعون فيها صد محاولة اقتحام النظام. بالمقابل النظام يريد أن يسيطر على حي جوبر من خلال السيطرة على عين ترمى وأيضا من جهة محور مدينة الزمالكة. شكرا لك على هذه المداخلة معنا مازن الشامي مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من ريف دمشق.